انا حلمي اللي يحكيوا عليه قبيله جيت اليوم باش نحكي على الاكسبيريونس بتاعي وكيفاش من حاجات صغار نجمت نحقق حاجه اللي حلمت بها. خذيت باك عماول بعد ما عودتها ولد عماول كنتش حاب القرايه اما قعدت وعاودت وخذيك الباك جيت على حاجة بركة خاطر جيت بريود تغرمت بالسينما على الاخر دونك قلت باللي بش يصير بش نمشي ونقراها وبش نوصل نعرف وصلت هذي اساسا فاميلي تصفيق عليهم ساعة اللي جاوني اليوم طالعين بعدي باي نسيت شنو باش نحكي بالحق لا باهي باش نحكي على الاكسبيريونس نتاع سينما اماتور قبل كل شيء 2012 دخلت في الافتسيات كلوب حامن الف اي هاك تشوف باهي اول مره تشوف سين تخدش عليا من لا في شيء شبين ميكرو هكا باه ماخو واحد في الصون شحال تكون باهي 2012 دخلت الكلوب حامنل في FTCA كلوب تاع دي سينياست اماتور دخلت ماني فاهم شي جوست واحد مغروم تلهاو بيا دي فورماسيون معناها طفل صغير في وسطهم وجاو لي زيكسبيريونس تاع لي تورناج تاع الافلام نلقى روحي مغروم اكثر بالتكنيك وتسكيه كاميرا وكل شي دونك تلهيت بذاك الكلوب هذايا 2010 عنده اكسبيريونس تاع فيلم اسمها الجميلة لقامات فيلم ما تكلف شيء تكلف حد شيء بالحق معناها تكلف صفر فيلم خدمناه عباد حابين بعضنا حسبنا بعضنا اكثر من فاميليا دونك قمنا الخمسة متاع الصباح والاربعة متاع الصباح وجينا خدمنا لبعضنا ما عنا حتى ربح من حكاية صيف 2010 الفيلم هذا يتعدى في كان الفازة دي مش انا باش نحكيها جبت الغياليزاتور متاع الفيلم بيدو مصطفى ولهنا كانت حد تجيب حدايا ما تكسرش السالة بس يس انا جاي يخدم هذايا مصطفى انجون رياليزاتور السنه يخدم اول فيلم ليه صار فيه برشا مغامرات يخرج السنه وبش يدور في الفيستيفال اللي نعرفهم كل تصفيق عليه ميرسي شنو الفازه اللي تحب نحكيها لكم ساعه تحب تحكي الاربع ايام توقيه الفازه هذوك صحيح البروجي بتاع الفيلم ما كنتش نستخايل معناها باش يكون بالصعوبه هذه في تونس خاطر نراو فيهم معناها في التلافز كيفاش يبداو يحكيو على قرا هذا جربوا بيه كلام فما كلام تاع التلافز نتاع نشجعوا المواهب نتاع الشباب نتاعنا باش يقوم بتصوير افلام وثائقيه وبرشا حكايات الميكرو قولوا لهنا باه واضح الساه سي بون يا مرحبا ودي فيزيال ايه ما عنديش مع الميكرويف ما تهوى باه حاصيلو مشينا صدمنا على البروجي نتاعنا الفيلم هو يحكي على الاكتواليتي نتاعنا معناها الجهات في تونس والحكاية تاع تمهنيش هذي اللي برشا عباد ما همش فاهمينها وحابين نوضحوها لشبابنا مش نهار اخر كي يكونوا عرضة معناها للغسيل المخ ولا غسيل الدماغ ولا كيما تسميوه معناتها يكونوا عارفين شنية معناتها عندهم معناها عليه في مخاخهم فكره معناها ما يلعبولهمش بمخاخهم كيما مستنسين حاصيلو بدينا نصوروا الفيلم نتاعنا فيه برشا ارهاب وفيه برشا الحي وفيه برشا سلاح وفازتها كي حاصيلو من اول نهار تورناج درناهم مراكز تونس الكل بريسك اللي يتعدى علينا نلقانا نصوروا في فيلم قالوا رانا ثم جماعه مرتاحين وعندهم سلاح فكر البلاصه المهجوره
ويجي يصدم حاكم ونمشيو للمركز وسلفيات في المركز والبوليس اللي يجي تقعد تحكي له على سيناريو كامل متاع الفيلم ما تخلينيش وحدي فرحت باهي لحظه خلينا نضربوا خاطر نجموا يروحوا يفدوا منا هاي باهي الفيلم كيفاش خرج؟ خرج من روح صاحبنا اسكندر تفل محليها على الاخر كما يقولوا هما قراي على روحه من العباد الذكيين برشا ينجم يحكي لي مصطفى اكثر فجأة سيد ما عادش عندنا عليه حتى معلومة حتى معلومة بالحق معناها بعد مدة كبيرة نسمعوا اللي هو مات في سوريا المشكلة انه الطفل هذا اخر انسان في الدنيا كنت نتصور يكون في سوريا معناها يمشي باش يجاهد مع عمري ما كنت اتخيلها جملة طفل كان جيني بون يعمل في حاجات ممنوعة صحيحة مش لازم نحكي فيها تو بالك بالك اما معناتها سي تان جيني اون انفورماتيك ينجم يعمل اي حاجه بالانفورماتيك الطفل هذا وقت اللي مشى باش يعمل ري اورينتاسيون باش يقرا في الكمبيوتر داروا به جماع مع انه عنده ظروف عائليه هو خاصه شويه ما يتفهمش هو مرتبوه في الدار ما يحبش يروح للدار البريود هذيك جاي واحد قال له علاش ما تقعدش تبت في الجامعه هاي اعز حكايه عملتها في حسيته قالوا له تنجم تجي تبت في الجامع وصلي وسيب عليك من المثنية اللي تمشي فيها وبشوية بشوية دخلوا المخ وبشي بطل القراية بطل القراية على ظروف متاع على أسباب متاع اختلاط وحكيتها كي فارغة معناه حصلوا بعد بريود نسمع بسكندر في راو سمعنا به في سوريا سمعنا به يحضر في كرهبة تتفجر عن بعد وفازتها كي حصلوا مده ومعناه يخدموا بيه طفل اصلا في سوريا معناها يحبوا يقويه ولا قيادي معناتها العبيد حتى اللي شافوه هز دربوات ومعناتها هو ولا يحرك فيلم على العبيد يفازي باهي اسكندر حسيت باش نتذكروا برشا معناها هاي الان يرحقني باهي احنا دورنا لهنا شنيا كان احنا ديجون معناها ما زلنا معناش بوفر كبير باش نجمو نبدلو برشا حاجات، ما قررنا باش نبدلو بالدومين نتاعنا معناها اللي هو السينما. الفيلم هذايا فيه دو بارتي، بارتي دوكيومونتيغ، بارتي فيكسيون. بارتي دوكيومونتيغ باش تحكي على معارف تاع اسكندر الكل، بارتي فيكسيون باش نوصلو بها الميساج اللي راي العقلية الجهادية غلطة برشا معناها. سي بون. الفيكسيون هي في العادة دوك في كي يبدا فيلم دوك فيكسيون. يكون البارتي تكون البارتي فيكسيون تحكي على اللي قاعد تحكي في الدوكيومونتير معناها تجسيد للواقع نحن في الفيلم نتاعنا خلقنا كونسيبت جديد نتاع دوك فيكسيون اللي هو الفيكسيون ينجم يلعب بها المخرج كيما يحب باش يوصل الفكره نتاعو معناها البوينت فيو نتاعو الدوكيومونتير هو اللي جوستيفي الفيكسيون معناها هو فيكسيون اكثر من دوكيومونتير يعني خرجنا نهار الاول نصوروا عاديين على الاخر قلت له اهلا مصطفى جاونا به معناها رانا بصوروا في الشارع وما تعرف مشاكل وكل شيء قال لي تهنى عندنا الرخص تهنيت وصلت العشرة متاع الليل حاجات تشعل من بعيد تن 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 جاو هزونا فهمنا شيء كان قالوا احنا غادي المشكلة اللي احنا كنا باش نسيبوا فيسع اما معنا واحد زيري في الخدمة ومعنا الحي وسلاح وتزيري ما عنده شراق بدأت الاسئلة وبدأت صلي لا تذكر لا يدي كيفاش ما تجيش بابا معايا نورمال نحكي له قدام ونسلي ولا نذكر ولا ما تجيش باهي حاصل نورمال هكاك تصوروا في فيلم نورمال ما تجيوش تشاوروا ما هو الفيلم يخدم مصلحة البلاد يدي عايش خويا ما تعرفها مصلحة البلاد يا مفسر لك يدي لهم ماتريال ما غادي عايش خويا للأربع متاع الليل حاجات ما نجموش نحكيهم باهي مو غدوة يسيبونا الصباح قول أنت عباد نورمال يشعبوا هذوما سي بون يسيبوا من عليهم و شوفوا حاجة أخرى. سيبنا مواصلتين تاع الصباح الأربعة تاع الصباح نصوروا في التجيه. عايزين السلاح نتاعنا ومشينا نصوروا. شيناهم عطيونا رخصة حبوا يمهطلونا برشا راه مانيش بنقعدوا نستناوهم باش نخرجوا نخدموا خاطر أمنا فكرتنا وعندنا حكاية في راسنا لازمنا نوصلوها ولازم نوصلوها للناس الكل باش تشوفها. لوفخ هو راه يحكم عليها الجمهور قبل كل شيء معناها مانيش بصور روحي. حسيب العشرة تاع الصباح. أنا من فوق نصور. وهما من اللوطة يمثلوا اللي عندهم الحي وسلاح نورمال مو هكا الحكاية اللوطة تصدم مقاومة الإرهاب والفوق علي أنا وحدي معناها الباب نعم مين جاء باش طايش روحي من غادي وين وقت السلاح بيدي يخسيلوه سلاح بالرسمي معناها ديجا العبيد عنده سلاح ومش يسلم عليهم تحب يضربوك في راسك ولا كيفاه
هي شغله كما تدري انت ايش عليهم كاميرا مشي تيريو الناس كل معنا ونتعديهم منطقة بحر خليها لك الحكاية زي تعدينا المنطقة بحر ديجا حكيت لهم الحكاية بتاع السلفيات في المركز والبوليس يجي تحكي لهم شنو مين وقت وين انت وقت معنا تحكي مش مشكلة لا لحظة بركة معنا نحب نرجع لكم شوية نحكي على الكلوب بتاع سينياستا ماتوغ معنا شنو؟ صوتي خايب والله هداك عليه به باش نحكي على الاكسبيريونس نتاع السينما ماتور في تونس وفي كلوب حامنل اللي انا فيه بالاخص معنا الافتسيا اللي هي تتسمى لا فيديراسيون تونيزيان دي سينياست اماتور بدات الخدمه في تونس 64 تحلت الجامعه ذي وبدات تعمل في كلوبات في تونس الكل سفيقس حمنل زغوين وصلت توا 25 كلوب في تونس كل به كلوب حمنل في واحد من الكلوبات هذوكم بدا النشاط نتاعو عام 65 عام ناول احتفل ب 50 سنه في قليبيا الفيستيفال انترناسيونال دو فيلم اماتور قليبيا كلوب حمنل اللي هو معناها ما عادش يمثل حامنلف بركة ولا يمثل برشا بلايس معناها بريسك البونليو كل دي مومبر فيه معناها برشا عباد من برشا بلايس حتى من الدندان من المروج بختو ولاو يعرفوا كلوب حامنلف ويجيو عام ناول كلوب حامنلف شارك بثلاثة افلام سيناريو ومجموعة متصاور كلوب حامنلف في الخمسينية متاعو ياخد دوزيام بخي ناسيونال تخوازيام بخي ناسيونال بخي دميغ سيناريو بخي تاع قدماء الجامعة اللي عمري ما عرفت اسمها وبخي دو فوتو كلوب حامنلف ياخد 5 بخي عام ناول في الافلام اللي خدمناهم الكل لوحدنا معناها انتاجنا الخاص ما تعبنا الكل خرجنا من رواحنا باش كتبنا وباش صلحنا لبعضنا وباش خرجنا صورنا اللي ما نجموش نسمع بعضنا به كامل ونسلت اللي حبيت نحكي له هنا اللي احنا رو كانت عنا فكرة معناها كيفنا كيما اي انسان رو بش يجيوا حاجات يحب يعملهم في حياته ولا الفرق بيننا وبين العباد العاديين اللي احنا امننا برواحنا كملنا بفكرتنا للاخر معناها تاخذ الخطوة الاولانية معناها كي تجيك فكرة تقوم بالفعل الاولانية تقوم بعد سهل ما تخممش لا كي زعم النجم نوصل زعم هذيك الكل خمم فيها اول حاجه قولها قول راني باش نوصل ما تسالش النجم ولا ما نجمش قول راني انا باش نوصل حطيت فكره باش نوصل لها دونك ضمن على البروجي بريسك معنا حتى شيء فيلم تاع مصطفى عندنا بواتي نيو ما غير اوبجيكتيف تاع كاميرا وعندنا موندارين واحده معناها تحرقت الليله الاولى سي بون معناها تقول انت لهنا عباد تقف احنا ليه ما وقفناش الضو صنعناه امبيب نورمال وبابي الومنيوم وصنعنا اوبجيكتيفات مشينا دبرنا معارف وكل شيء وخدمنا القدام توقفنا نهار الاول كملنا خدمنا توقفنا نهار ثاني خرجنا كملنا خدمنا معناها ولاو يحبوا يعطلونا ما عادش يحبونا نخلط على الوقت الفاكولتي ما عادش مستعرفه بينا باقي ما معناها املنا بفكرتنا باش نوصلوا بها للاخر معناها وطور الفيلم في المونتاج يخرج في السنه ان شاء الله وان شاء الله اوفر مزيانه برشا هذا كل بدا من فكره صغيره راه بدا من قاعدين في قهوه اش قاولك معناها كتبنا وخرجنا ماهيش حاجه صعيبه جوست امنوا برواحكم راه كل واحد فيكم لهنا في السهله هذه راه نجم يوصل للي يحب عليه معناها جوست يامن بروحه ويقول راني باش نوصل وتحيه كبيره بالله للاكيب اللي خدمت معانا منهم الرياليزاتريس الاسيستنت تاعي هي دليل والليكيب الكل اللي ما نجمتش تجي في الخدمة ميرسي العباد الكل وبون كوراج وبون شانس وخلي لكم لي كيستيون حبيت نقول لكم بون كوراج وبون شانس ويعطيكم الصحة في اللي تعملوا فيه الكل راهو احنا وقت اللي قاعدين نعملوا في الغيونيون وجاي حلمي بحذنا الكل عملنا هكا راهو بالحق ما عندكمش فكرة قداش اللي عملوا فيه طيارة على الاخر وقداش اللي